السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار وصفات سمر من البيت. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الجلاش الحلو. معايا النهاردة لفة جلاش والحشوة بإذن الله حشوة مختلفة شوية، أنا فكرت فيها كده من فترة، يعني قلت عايزة حاجة ما تبقاش تقيلة على المعدة وحاجة لذيذة، ففكرت إن أطحن السمسم. طحنت كوبايتين سمسم وحطيت عليهم نص كوباية سكر علشان يبقى حلو برضو من الداخل، وبعد كده حطيت العسل يتعقد على النار، وجبت هنا زبدة عشان هنعملها برضو معاهم. انا بصوا قطعت الجلاش 3 شرايح، هاخد اول شريحة الجلاشة الواحدة كبيرة مفرودة، معلش انا دي ما عملتهاش معاكم، فابتدي بالسكينة اخدها كده شرايح بالطول، تبقى زي كده بالظبط، تبقى شبه ورق السمبوسة كده. وهبتدي بقى اخد الحشوة اللي انا عاملاها وهبتدي اعملها زي السيجار كده صغيرة، هلفها واتني برضو كده من الجوانب وانا بلف علشان ما تبقاش مفتوحة، هتعجب ولادك جدا على فكرة، هي سهلة ورخيصة ومش مكلفة خالص. ممكن تعملي بدل السمسم سوداني، السوداني برضو كويس جدا. بصوا مش مفتوحة ولا من هنا ولا من هنا عشان ما توقعش حاجة. وهبتدي نلفها كده واحطها في الصينية. انا جايبة صينية هنا اهي ودهناها مادة دهنية، وهرص فيها السيجار اللي انا عملته، وهبتدي اكمل برضو. والفها سهلة سهلة وسريعة جدا، هتعجبكوا قوي. ممكن تعمليها بحشوات تاني انت تحبيها. شوفي بقى، انا يعني ما كنت يعني بصراحة انا مش ما اكلتهاش كده بره قبل كده، انا حبيت افكر اشغل دماغي وعجبتني الطعم، حسيتها كده قريبة من زبدة الفول السوداني، طبعا دي سمسم ولو اتعملت بالفول السوداني هتبقى قريبة جدا. صغيرة لذيذة كده هتعجب الولاد قوي، ويبقى وفرتي وعملتي حاجتك في البيت بشكل نظيف، انت عارفة انت حاطة ايه بدل الحاجات اللي بتبقى جاية من بره، والله اعلم بتبقى معمولة ازاي. لفيها كده هلف كل ده وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. على فكره احنا بنحط الحشوه في الجلاش وانت بتلفي هتحسي ان هي بتقولي مفروله، لا هي مش هتبقى مفروله، لما نحط عليها الزبده ونيجي نسقيها بالعسل هتبقى مسكت الحشوه اللي جوه دي، ولما تيجي تشيليها مش هتبقى مفروله ولا حاجه، عشان بس ما حدش يقول لي الحشوه اللي انت عاملاها بتقع او مفروله، بصي عامله ازاي فممكن تقع منها، لا هي مش هتقع منها خالص، هي هتمسك نفسها اساسا لما نحط لها الزبده اللي احنا جهزناها، وان شاء الله لما نخلص خالص ونطلع الصينيه من الفرن نبقى مجهزين الشربات، الصينيه تبقى سخنه والشربات يبقى بارد ونسقيها بيها، هيبقى كله الـ السمسم والسكر هيبقى كله ماسك في بعض، فمش هيبقى في حاجة ناعمة وتقع من جنب كده. انا بلف بقية الصوابع اهي، وبكده انا لفيت الصينية كلها. دي الجلاش الحلو، هبتدي بقى اعملها بالزبدة. وبكده انا خلصتها وحطيت عليها وشها الزبده، هدخلها الفرن وبعد كده هوريها لكم لما اجي اسقيها الشربات.
ده كده الجلاش خلص، ومعايا بقى العسل. ايه كده العسل بارد من بدري، والجلاش لسه خارج من الفرن. لازم تبقى حاجة سخنة وحاجة باردة، مينفعش الاتنين يبقوا سخنين مع بعض علشان ما يبقاش عجينة بعد كده. كده بصوا انا كده خلصت الجلاش، وبكده بألف هنا وشفا. ده الجلاش بعد ما خلصته وطلعته وحطيت عليه الشربات ورشيت عليه رشة سمسم من فوق. اللي حابب يحط قرفة اوكي، بس انا حبيتها رش سمسم علشان السمسم اللي انا حطاه من جوه يعني. يا رب يعجبكم، و لايك للفيديو، وياريت تشيروه علشان توروه لكل حبايبكم. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.